بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المحاضرة فاتت يا إخوانا، بتتذكروا أخذنا اللي هو مجموعة من الأمور. مين يذكرني إيش في مجموعة الأمور اللي أخذناها؟ سلكت. أحسنت، أهم شيء كان عندي السلكت، وأخذنا أدوات السلكت. كان يمكن من أسهلها عندكم الماجيك واند اللي هي العصا السحرية، اللي لما تضغط على البكسل راح يأخذ لك وشو؟ اللي هي نفس لون البكسل. طبعا في عندنا التوليرانس اللي هي تدرج الالوان، وعندي وشو هو كونتيجوس ولا نون كونتيجوس، وعندي كانت الاداه الثانيه لكوك سيلكشن اللي حبيتوها كثير، اللي هي انك تسحب دراج وتسحب تسحب تسحب حتى تحيط. وبعدين اخذنا يا اخوان اخر شيء، ما ابغى اتطرق للي فات، اخر شيء لو تتذكروا اخذنا ما يسمى بالترانسفورم، وقلنا الترانسفورم هو عمليه التحكم بجزئيه من الصوره. معنى ذلك طبعا نتحدث عن جزئيه من الصوره، اذا بدك تعمل سلكت لهذه الجزئيه وتضعها بلاير جديد، بتضعها بلاير جديد. عشان كذا احنا المحاضره اللي فاتت لما جينا على الفراشه ايش سوينا؟ عملنا لها سلكت واقتطعناها وحطيناها بلاير، بدينا نتحكم فيها من خلال خيارات الترانسفورم. راح اليوم اقوم بالترانسفورم مره ثانيه، الاسكيو والديستورت والبرسبكتيف والوارب، ولكن بوجود الساعه. شلون ننزل الساعه؟ قلت لك بتروح انت الان على النت، هذا عندك جوجل، وابحث عن صوره ساعه وامتدادها يكون جي بي جي. ليش؟ عشان ما نضيع وقت. فانت عندك هذا كلوك، تكتب كلوك وبتيجي عند الايمجز تعمل انتر، وبعدين بتيجي عند الصور بس يعطيك الريزلت، وبعدين تيجي عند الصور. في عندك مجموعه طبعا من الصور كثيره، طبعا تختار الساعه المناسبه لك، لكن لا تنسى لما تيجي تقول له سيف از حفظ الصوره باسم، ما تنسى تركز لي على الامتداد، لانه في بعض الامتدادات ما يتعامل معها الفوتوشوب. طالع هنا هذا جي بي اي جي، اذا عندك امتداد اخر في امازون زي امازون هذا حفظ الصوره باسم، هذا ما يتعامل مع الفوتوشوب، لا هذا جي بي جي يتعامل معها. المهم ركز لي على ايش الامتداد، لانه زميلكم بيسالني في امتدادات ما يتعامل معها. هذه هذه صفحه كامله. على العموم انا فاضي الان ادور على هذه، لكن انتم فهمتوا الفكره، خليها جي اي بي جي وخلص نفسك. هذه برضو الحمد لله كلهم جي اي بي جي. المهم نزل لي صوره، انا نزلت هذه الصوره. يلا يا شباب هذه الصوره، الان اذهب على الفوتوشوب مالي واحنا على الفوتوشوب. احسنت، بدك تفتح الان الساعه، وابغاك تفتح مع الساعه التري. يعني الان انا فتحت هذا اوبن، وعندي هذا التري زي ما انت شايف، ومره ثانيه بدي اعمل اوبن وافتح صوره الساعه، انا مخزنها على سطح المكتب. اذا الان عندي الان ملفين فاتحهم، الساعه وعندي التري. لاحظ انت انا عندي الان بدي اعمل ترانسفورم. لو تتذكر لما عملنا روتيشن زمان، روتيت، قلت لك حتى لو كنت عامل سلكت، يعني انا تخيل انا بدي اعمل سلكت لهذه الجزئيه وبدي اعمل روتيشن، تتذكر روتيشن؟ ارجع لمحاضره الروتيشن. لما نعمل اللي هي 90 درجه، هل راح يدور بس السلكشن ولا كل الصوره؟ سلكشن. لا يا اخوان، قلت لكم المحاضره في حينها قلت لك للاسف لن تستطيع استثناء وشو السلكشن للدوران. عشان تستثني الجزئيه هذه في الدوران لازم ايش؟ تعمل السلكت وتضعها في لاير لوحدها. وبالتالي انا الان لما اجي هنا عند الساعه، لاحظ عندي هذه الصوره، ابغى الان اعمل دوران، ابغى اعمل بعض الافكتس التاثيرات على الساعه من خلال الترانسفورم. اذا بهذه الحاله لازم اقتطع صوره الساعة، بدك تعمل سلكت. ايش رايك الان؟ هذه الساعة صورة ولا الخلفية شفافة؟ الخلفية هذه شفافة ولا صورة؟ لا هذه خلفية بيضاء، هذه من الصورة. إذا بدي اقتطع عن الساعة واحطها بلاير جديد. كيف بدي اقتطع يا اخوان الساعة ونضعها بلاير جديد؟ أول شيء نعملها سلكت. شلون نعمل سلكت؟ بإحدى الأدوات. الابتكال شايف أنا صعبة والله. جرب الابتكال. ويا شباب محاضرة أمس، المحاضرة اللي فاتت آسف، كان هدفها الرئيسي إني أعودك. في زميل لكم جامين يمكن من شعبه ثانيه، فالرجال بقول يا استاذ اجد صعوبه في الاكسرسايز من اني احدد. بقول له يا ابو حلال احنا هدفنا انك تجد صعوبه، هدفنا في الاكسرسايز انك تقعد تعمل اما المضلع الليبتيكال مع اللي هو ريكتانجل مع اللي هو الماجيك واند مع تنسق بينهم حتى تعمل سلكت. عملت السلكت مش بسيطه. المهم انتم ايش تجدوا الاداه هنا؟
واحد ممكن يقترح يقول له استاذ انا اجد اجمل اداه هنا اختارها اللي هي الماجيك واند على اعتبار ان الخلفيه من لون واحد. طالع هنا ضغط الضغطه واحد طالع حدد لي يا سيد العزيز كل الاطار اللي من نفس اللون، لكن لا تنسى كان التوليرانس 5 بمعنى لو كان 30 وضغطت يا الحبيب طالع ظلل لك او عمل سلكت باجزاء داخل، وانت عارف ايش معنى توليرانس؟ توليرانس اللي تدرج الالوان، فانت طالما عندك الخلفيه من لون واحد حاول يكون التوليرانس ماله صغير جدا قليل واحد. فاهمين اللي بسويه؟ هذا تي سلكت طالع عشان اضمن انه ما في يكون لون مشابه، شيء ثاني كونتيجوس ولا لن كونتيجوس، اذا كان كونتيجوس معناته متجاور، نن كونتيجوس معناته بالاطراف الثانيه، الحمد لله كل الشاشه داخله على بعضها ولا لا؟ الخلفيه منفذه على بعضها ولا لا؟ منفذه على بعضها، وبالتالي هذه تعتبر ايش؟ كونتيجوس كلهم، لكن لو حطيت نن كونتيجوس معنى ذلك لو كان هنا في فاصل، هنا في فاصل راح يروح على الجهه الثانيه، المهم انا اخترت الان، لكن هل انا اخترت الساعه؟ لا انا اخترت وشو؟ احسنت، انا اخترت الاطار اللون ابيض، عشان تختار الساعه تستطيع تذهب الى انفيرس. الان كذا اخترت الساعه. سلكت بالدائره. استخدم سلكت بالدائره بس راح يجيب لك اطراف يعني مستحيل تضبطها 100%، تقدر تضبطها حياك الله، اختار الاداه اللي تناسبك. نعم يا حبيبي. مين عنده سؤال؟ ايه؟ الاداه اخذت انا بالنسبه لي الماجيك. بس دير بالك، قلت لك ركز على وشه التوليرانس. عشان ما ياخذ لك اجزاء مشابهه الالوان، تولرانس قلنا تدرج الالوان، لو اخذت 30 40 راح يجيب لك ايش؟ تدرج اعلى، وبالتالي ممكن يضلل لك اجزاء داخل الساعه. هذا المحاضره اللي فاتت يا اخوان مش محاضره اليوم. الان انا مختار المساحه اللي بين الساعه وبين مين؟ تستطيع واحد يقول لي ما في داعي اعمل النيو لاير، خلاص اعملها حذف. يا الحبيب هذا شيء بيرجع لك. تبغاه ترانسبيرنت، تبغاه اللي بدك اياه، بس انا بالنسبه لي بحب اني اشتغل ايش؟ على انه يكون بلاير مستقل. فأنا بدي أعمل الآن انفيرس، اخترت الساعة. الآن تستطيع تمشي بالطريقة التقليدية، وش هو هنا في الزر هذا نيو لاير؟ أحسنت أو لا أسرع، بس أنا خليني أمشي على هذا نيو وهذا لاير يا سيد عزيز. هذا ضاف لك هنا لاير، طبعا هنا لاير 1، تبغى تسميه اسم لاير 1 ممكن تسميه باسم كلوك اللي بدك إياه. طالع هذا اللاير هنا باللايرز، طالع فاضي هذا اللاير صح؟ الان هذا السلك اشتمل له كوبي وبيست، هذا اديت هذا كوبي. ليش قال الله على هذه الرساله؟ احسنت، قال انت واقف عند اللاير واللاير ما في شيء، روح على الصوره. انا اوقف على الصوره باك جراوند، بعدين تيجي تقول له وش هو كوبي. نروح الان على اللاير اللي هو الفاضي، واذا تبغى تتاكد شيل العين او خليها هيدن بالنسبه لللاير الاساسي الباك جراوند، وتعال اعمل بيست. اعمل سلكت. ممتاز. بدي اخليه على 5 مش 1، لانه زي ما انتم شايفين في اطراف هنا اطراف الساعه ما هي جاي. شوف طالع اعمل تكبير. في عندك اطراف الساعه بالنسبه لي انا طالع شوف، فبدي اخلي شويه توليرانس خليه 5 زي ما جربنا من الشعب اللي قبلكم. احسن، طالع ضبطت عندك الاطراف نوعا ما. يا شباب اختار الأداة اللي تبغاها اللي تناسبك، أنا ما راح أتدخل في الأداة، أنا علي يا شباب إني أقول لك. الآن اعمل نيو لاير، هذا نيو لاير، ارجع للباك جراوند، اعمل بالباك جراوند إيديت كوبي، هذا احنا بالباك جراوند عملنا كوبي للسلكتد بارت، وجينا على اللاير 1 وعملنا وشو؟ بيست. طالع الآن أنا واقف وين؟ لا تنسى على لاير 1، هذه عندي الصورة، تعال امسكها من خلال ماوس بوينتر هذا هو. في اسرع من ذلك يا استاذ؟ طبعا. بدل ما انشئ لاير واعمل كوبي بيست، هذا بدي اعمله ديليت، ايش الاسرع؟ تعمل سلكت. هذا سلكت. وهذا انفيرس، اخذنا الساعة، شو نسوي؟ عند الساعة تعمل رايت كليك، في عندك بدل ما انت تنشئ في عندك ايش؟ لاير فيا كوبي. بس تضغط لاير فيا كوبي طالع انشأ لي لاير وحط لي الساعة فيه واستطيع ان اتحكم فيها، هذه للتسريع. ماني سامع. يعني انه انتم قاعدين واقفين على اللاير،
وانت قاعد تختار يا اخوان لا تنسى وانت قاعد تعمل سلكت وقف عند الباك جراوند مش عند اللاير. الان لما تختار المساحه اللي حوالين يا اعمل انفيرس سلكت انفيرس. الان يا شباب الان عملنا الان زي ما انت شايف الان انا هذا قطعت الجزء هذا الجزء بدي اضيفه على صوره التري. الطريقه التقليديه هي انك تعمل سلكت اعمل سلكت الان هذا سلكت مثلا لمين للصوره من خلال الواند ولا غيره خلينا نعمل دي سلكت عشان نبدا على اضغط الان هذا سلكت بتعمل انفيرس هذا مسكت الساعه ايش تبغى بتعمل كوبي بس هذه المره وين تروح تروح على التري وتنشئ نيو لاير وتيجي عند النيو لاير للحبيب وتقول له وشو وش تقول له بيست الان طالع الساعه جت فوق التري في اسهل من ذلك ايوه في اسهل وشو في اسهل من ذلك نعم هذا عندك الساعه وحتى لما انت عاملها سلكت هذه الساعه تفتح الاثنين جنب بعض شايف في الاعلى هنا في عندك الويندو خليهم نصين شوف هذه الساعه وهذه وشو التري تيجي عند الساعه على الماوس تمسك الساعه بيدك تسحبها توديها هو لحاله هنا راح ينشئ لاير شايف بالتري انشا لاير وحط لك الساعه دون ما تنشئ لاير ولا تعمل بيست بس حطيتهم جنب بعض سحبت طبعا لا تنسى هذا لاير الساعه يعني هذا شفاف ولو كان مليان راح يغطي كاملا على مين على شكل مين على شكل التري بس هذا ايش شفاف فظهر عندك الاجزاء اللي خارج الساعه خلصنا الان نيجي على شو قلنا الان نرجع الويندو واحده وش تبغى تسوي هنا الان هذا الجزء هذا اللاير استطيع الان اتحكم فيه من خلال الترانسفورم شلون يلا يا شباب الترانسفورم عندي من عند الايديت في عندي تحت ترانسفورم خذنا المحاضرة فاتت السكيل السكيل من اسمه سكيل ايش معناها انك تغير في ايش في المقاس في الحجم مرة الألف هذا اللاير ما نبغاه يا حبيب هذا وشايفه نعمل ايش كانسل للترانسفورم ونعيد مرة ثالثة هذا عملنا له ديليت قلت لك يا حبيب انا عندي هنا بعد ما اقتطعت هذا الجزء ابغى انسخ هذا الجزء وضعه هنا شرحت لك الطريقة شرحت لك الطريقة قبل شوي الان انا في الاسهل وش الاسهل يا استاذ قلت لك جيب لي الصورتين جنب بعض قلت لك في الاعلى هنا عندك الويندو خليه عندك ايش التو اب امسك بالماوس بالله عليك صعبة هذه امسك بالماوس واسحب وضعها وين الصعوبة في الموضوع بس دكتور سؤال كيف نصغرها كيف ايش؟ يا رجل انت لما تسال سؤال احنا هذا السؤال بعد الخطوه اللي بعدها كيف نصغرها؟ يعني انت متقدم انا بشرح راجع لورا فالسياره راجعه لورا فمش منطق انت راجع لورا وانت ماشي قدام راح تصطدمه. الان هذا الان لاحظ انشا لي لاير لاير 1 تستطيع تسميها كلوك اللي بدك اياه بس انا راح نسميها دير بالك خليك معي. الان تعال هنا واعمل لي يا سيد عزيز ترانسفورم، من ضمن الترانسفورم في خيارات السكيل، السكيل هي تصغيرها. تمام. يا اللي جاوب اللي سالت على السكيل. ترانسفورم واقف على اير 1 لا تنسى. تيجي عند ايديت في عندك ترانسفورم، شايفها؟ في عندك سكيل، حط صح على السكيل. لما تحط صح على سكيل بعطيك زي ما انت شايف كذا الصورة أو اللاير محاط ب مربع كله سايز هاندل صغر الويدث تغير صغر الهاي تصغر الويدث مع الهاي فالسكيل هذا مهم لا اعتمدت تبغى انا خلاص تثبت السكيل تضغط على انتر او تحط صح تبغى تتراجع تضغط ايش على كانسل او اشاره منع خلاص كانسل اسكيب بالكيبورد او كانسل الان هذه بسيطة مش سكيل ولا شيء وفي عندك الاسهل منها برضو وشو اللي تحتها الروتيت باعتقاد الروتيت هذا شايفين الماوس وتدور تعمل روتيت هذا شيء جديد ما هو جديد واذا تبغى تكتب الزاوية كتابة هذا في الاعلى شايفها عند الديجري الانجل هنا تكتب لي الزاوية الزاوية كم 45 هذا 45
هذا صفر. دوره يهموني لا. وش تبغى؟ ابغى سكيو ديستورت والبرسبكتيف وعندك الوارد. اذا انت عرفت كيف تعمل سكيل. الان انا رجال بدي اشتغل على هذه الساعه، بدي اسيف، ركز معي، بدي اسيفها، بدي ابدا الان باول واحد سكيو ديستورت، وبدي اعطي مثال عشان اعمل مثال على كل واحده من الخيارات الموجوده عندي في ترانسفورم. بدي ادبل اللاير، بدي انسخه. شلون ادبل اللاير؟ بدي اجي على اللاير نفسه، في عندي دوبليكيت لاير. شايفين كلمه دوبليكيت لاير؟ نفس اللاير اللي في الساعه. دبلت اللاير، قال لي سميها، بدي اسمي هذه ديستورت. ايوه شباب، دوبليكيت لاير، دوبليكيت لاير. فبدي اسميها ديستورت وادبل الديستورت. ايوه شباب، انا بدي اعطي مثال لكل واحده. هذا دوبليكيت، هذيك ديستورت، هذه برسبكتيف، بدي اسميها بريس. يا اخي والله ما عمل شيء، يا اخي وقفت على اللاير، يا اخي بدي ادبله، بدي اعطي مثال لكل ساعه، ما عمل شيء انا يا اخوان. وبرضه بدي ادبل، يعني اعمل لي اربع لاير فوق التري. وهذا سميه، شلون تسميه؟ ضغطت عليه كذا بدي اسميه، بدي اسميه اللي هو الوارد. طب وين سكيو؟ اول واحده بدي اغير اسمها لاير 1، بدي اخليها سكيو. اذا عندي الان لايرز، شايف كل واحده ساعه، وتستطيع هذه سكيو طالع. الان استطيع احركها، طبعا انا واقف عند سكيو بس عاملها هيدن. تعال على الديستورت وحركها، يعني بعدهم عن بعض، والبريس وحركها برسبكتيف، بس عشان اوريك اني نسختهم. شو المعدلات كلهم مره واحده ولا؟ اكيد في طريقه، اكيد في طريقه، بس انا هذا اللي حاضر عندي الان، لكن تستطيع تدبل اكثر من هاي. اكيد في طريقه. خليني ابدا يا اخوان واحده واحده، خليني اخفي كل دول الساعات. شباب خليني اخفي كل الساعات واجي على اول واحده سكيو، اول لاير سكيو. خليك معي. الان سكيو هذه الساعه اللي انت شايفها، ايش وظيفه السكيو لما تيجي تعمل ايديت وترانسفورم؟ سكيو كانه بعطيك امكانيه حرف الصوره كنوع من الخداع البصري اللي يميز لك او يعطيك انطباع انها 3 دي، كانها طايحه على الارض. يعني شلون بين انها طايحه على الارض؟ تيجي هنا طالع، صغرت هذا طالع، وسعت هنا في الاضلاع الاسفل، جبت الساعه تحت، فكأنها وشو طايحة على الأرض. طبعا أنا حاملها حجمها كبير، بس عشان تبين عندكم تستطيع تصغرها أحسن وأحسن. اسمها سكيو، أنا صغرتها يا إخوان، الهدف كأنها طايحة على الأرض. أنت فاهم الانطباع؟ يعني كانت 2 دي، كأنها صارت الآن إيش؟ 3 دي. هذا سكيو. طبعا في ناس تمط الاشياء اللي تبغاها، انا بالنسبه لي اعطيتك اللي عندي. يعني ايش اعطيتك اللي عندي؟ يعني لما اقول لك ممكن انا اغير لسبب ما، انت لك حر. ممكن واحد يجي يقول لي ابغى اسويها كذا استاذ، انا ما لي علاقه اسويها كذا ولا اسويها، حسب الهدف اللي تبغاه انت. بس بالنهايه هذه الاداه سكيو بتعطيك امكانيه احراف الصوره، فاعطتني انطباع كانها طايحه. وشو فاهمين يا شباب؟ الانطباع كانها طايحه على الارض. الان يا شباب في عندي اداه روح على الديستورت، خلصتها من سكيو. هذا سكيو، روح على الليفل او اللاير اللي اسمه ديستورت، نظهر الساعه.
كان هذا انا قاعد اشتغل على الدستور. الدستور زيه زي السكيو بس بعطيك امكانيه الالتفاف اما افقي او عمودي. شلون؟ دوران. يعني انا لما اجي الان عند ايديت واقول له ترانسفورم عندك دستور طالع بغير، واحد يقول لي طب ما هي نفس السكيو. اه بس في ميزه هنا وشو؟ انها بتدور. طالع من بتدور قاعده، شايفها كيف بتدور؟ هذا بالنسبه لايش؟ للهوريزونتال، وهذا وكذا فيرتيكال. طيب هذا مش موجود في سكيو. لو قلت لك اني ابغى اعلق هذه الساعه على طرف الشجره، شايف طرف الشجره هذه؟ ابغى الساعه رايحه على الجهه اليسرى، وجهها رايح على الجهه اليسرى، شلون نعملها؟ فبدك تستخدم بهذه الحاله وشو؟ الدستورت. طالع بدك تميل كذا شوي بهذه الحاله، بدك تعبث شوي تخليها تعطيها شويه واقعيه، تكبر هنا الطرف هذا حتى يبين انه ايش هذا الطرف الاكبر، الاكبر هذا تصغره شوي، فعشان تعطي انطباع انها ايش؟ انه فعلا الساعه وشو مايله؟ مايله وين؟ على هذا الطرف. فاهمين اللي بحكيه شباب؟ كاني ميلتها كذا خداع بصري بسيط، اني ايش؟ ميلتها ايش؟ على هذا الطرف، بس طبعا قلت لك بدك هذا الطرف اللي هو امامك يكون اعرض او اكبر من الطرف البعيد. كذا كانها الصوره عاطيه وجهها لوين؟ على اليسار. خلصنا من الدستور، نيجي على البرسبكتيف. طبعا سيف اضغط على انتر. الان البرسبكتيف اللاير الثالث، الساعه الثالثه. البرسبكتيف يا اخوان برضه تغيير، ولكن البرسبكتيف يستخدم للطرف القريب والطرف البعيد. يمكن الساعه ما تبين معك، اللي عنده سياره ونيت، فالرجال لما يجي عند هذا ويجي يختار ترانسفورم ويجي يختار برسبكتيف، طالع ممكن يخلي هذا الطرف انه ايش؟ كانه قريب، طالع انا رفعته بينما هذا الطرف ايش خليته؟ بعيد، صغرت الزاويه. هذا يا اخوان برسبكتيف، هذا البرسبكتيف، يعني ببين لك انه انت رجال واقف جنب مين؟ جنب هذا الطرف، صح؟ الطرف القريب اللي هو الكبير، الطرف البعيد اللي هو الاصغر. فممكن استخدمه انا زي كذا مثلا، هذه الساعه هذا الطرف الاكبر وهذا الطرف الابعد. كذا طبعا هذا الفرق بين الدستورت. الدستورت لا، شاعر نص ساعه مايل كلها وين؟ لجهه اليسار. هنا انك انت واقف جنب الساعه، هذا الطرف الاقرب وهذا الطرف الابعد. واعمل انتر او احفظ التعديله. اخر واحده الوارب. الوارب يا اخوان راح نستخدمها اليوم في محاضرتنا. الوارب ما تبين على الساعه، تبين على القميص، على علم يرفرف. تبغى يرفرف العلم؟ تخيل ان الساعه هذه كده، تخيل انها طايحه في الشمس وساحت ذابت. احسنت. الوارب بتعطيك امكانيه العبث في الصورة بحيث تعطيك انطباع انها تتفاعل مع هواء، تتفاعل مع الماء، تسبح، تتفاعل مع الحرارة. فهذا الوارب طالع اعطاني بهذا الشكل. لجيت عند هذه نقطة التقاطع نقاط ورفعتها لفوق، طالع هذا رفعتها لفوق كأنه ايش؟ بارز للأعلى. رفعتها لفوق كأنه بارز للأعلى، هذه نزلتها لتحت كأنه نازل لتحت. تخيل انه الساعة دائبة من الشمس، ابغى ادوبها من الشمس، هذه دائره. ايوه شباب هذه حلوه جميله جدا، بس ايش؟ يعني كانها دائره من الشمس، طالع الرجال ناسيها بالشمس وذابت. طبعا هذه بتبين مع الثوب القميص، طبعا في صور ثانيه نزل الثوب القميص تطلع لاول علم. كذا ذوبتها وقول له ايش؟ موافق على التعديلات، وجيبها كذا والرجال ناس الساعة في الشمس وباشر حرارة 60 وذابت تقريبا. اذا الوارب فيها رياكشنز، فيها ايش؟ انك انت تتفاعل مع الهواء اذا كان علم، مع الحرارة، الذوب، مع الماء، تسبح. نعم تأثير الهواء لما تكون علم عندك ببين عندك، لانه العلم بكون. الان هذا يا شباب اللي ضيعت لي 40 دقيقة هو فقط وشو؟ تطبيق لآخر المحاضرة اللي فاتت.
يعني لسه ما بديت بمحاضره اليوم اللي هي اللايرز. اللاير ليش انا ما بديت فيه؟ لانه هذا راح يمر علينا بشكل سريع، لانه هذا احنا اخذينه من شيء اللاير. الان اللاير نيجي لموضوعنا اللاير، وهذا موضوع الاكسرسايز الثاني. الاكسرسايز الاول سلكشن وكيف تغير السايز ايمج وتعمل كانفاس. خلصت يا اخي رسالتك؟ انت من اول ما انت جالس انت ماسك الموبايل، حرام انت اللي عليك رجال. يعني انا رجعت اتبلى عليك بعد ما طبقت اول كذا، بعدها فلت الامر وانقطع الاتصال وصرت لوحدك. الان يا شباب اللاير باليت اخذينه من اول، يعني ما راح اضيع وقت عليه. شايفين اللايرز اللي انشأناها؟ هذا اللاير دائما بننصحك وانت بتتعامل مع الفوتوشوب انه اي تعديل على جزئية من الصورة او اي اضافة لجزئية لا تدمجها ولا تكون على نفس الصورة الاصلية الباك جراوند، وانما تكون على لاير مستقل. والسبب في ذلك بعطيك مجال اكبر لمين؟ للتحكم والتعديل والتغيير. لاحظ انه الساعة الان لو اني جبتها ودمجتها مع او كانت مدموجة مع التري، كان لو بدي اعمل روتيشن كيف بدي اعمل روتيشن؟ صعب. لكن لما يكون لاير لوحدها اعمل روتيشن، اعمل سكيو، اعمل برسبكتيف اللي ابغاه ببساطة. فاللاير يا اخوان من اهم ميزات برنامج الفوتوشوب. الان لاحظ عندي هنا باللاير، في عندي هنا الصورة راح نجمعها مع بعض. يلا يا شباب عندي الدير، شايفين الغزال؟ وبدي اضعه خلف الشجرة التري، وفي عندي شجرة مدبلها. يعني هنا انشأت هنا سلكت وعملت لاير حطيت فيه التري، ولاير ثالث حطيت فيه ايش؟ الدير الغزلان. فعندي الصورة عملت سلكت للشجرة وعملت لها بلاير وجبت لاير ثالث. يلا يا شباب ننشئها. قبل ما تدبل اللاير جيب لي صورة الدير اللي هو الغزلان. وين صورة الغزلان يا شباب؟ عندكم موجودة هذه الصورة، عندي الآن صورة الغزلان. دول صورة الغزلان الآن بدي أضيفها هنا. بس قبل ما أضيفها هنا افتح لي صورة التري. ترى انا يا شباب بدي اخفي ذول الساعات. شلون نخفيهم؟ تضغط على الاي. الاي شو معناها؟ لما تضغط عليها تعمل الديسيبل للاي، يعني تعملها هيدن اخفاء لللاير. هاي اخذنيها من الاول، ماخذينها من الاول ما هي جديدة. لما تحط عين الاي معناها اظهر لي وشو هذا اللاير. شيل العين او اعمل ديسيبل بصير عندك ايش؟ نوت شوين او هيدن، مخفي. فليش انا رجعت؟ عشان بدي اعمل سلكت الان، لانه الساعات مغطي على الشجر، شلون بدي اعمل سلكت؟ بدي ارجع للصورة الاصلية اللي هي هذه واعمل سلكت للشجرة. ما راح اضيع وقت وعملت سلكت للشجرة، انا اسهل لي عندي اني اخذها اليبتيكال بعدين اخذ ايش؟ ريكتانجل الساق. فهذا اخذت اليبتيكال. حضرت محاضرة امس؟ بس جيت متأخر، محاضرة الأخيرة بس جيت متأخر أنت. فشباب هذا دي سلكت الابتكال، وتعال هنا وحدد قدر الإمكان الجزء. ها أنا أبغى نضيف عليه الساق، شلون نضيف الساق؟ ريكتانجل بعدين تختار آد، ولازم يطلع عندك المؤشر شكل زائد. شايف الماوس طلع عندي زائد صغير واخترت الساق. الآن ها نمشي بالطريقة التقليدية. وش الطريقة التقليدية؟ اعمل لي نيو لاير وبعدين اعمل لي كاري وبعدين روح لعند نيو لاير واعمل لي فيس. لا يا الحبيب اختصر الوقت. وش اختصر يا استاذ؟ اضغط عليها وقول له ايش؟ لاير فيا كابي، هو لوحده راح ينشئ لك لاير ويعمل لك نسخ ويعمل لك لصق. الان تعال على اللاير هذا، انت لا تنسى واقف انا على اللاير واسحب. طبعا عندي انا في خلل في عمليه الاختيار، نشوف ايش الخلل. حذفت اللاير، تعمل ديليت، نرجع مرة ثانية ونعيد المسألة. هذا إليبتيكال، اخترت الشجرة نوعا ما وجيت اختار الساق ريكتانجل، بس لا تنسى هنا آد. اخترت تعمل سلكت، خلصنا. ايوه رايت كليك وبتعمل ايش؟ لاير فيا كوبي. طالع
الآن عن شأل لاير تبغى تسميها 3-2 أراحتك. هو لاير 1 تبغى تخلي لاير 1 بس أنت مطلوب منك تغير الأسماء. هذا 3-2 شجرة ثانية. كيف تسحبها؟ واقف عند التري أيوة تعال عند الماوس كذا دبلتها. وهذا مطلوب منك في أول إكسرسايز دبل البيلدينج. مش كل البيلدينج تدبلها، اختار لي كم ثلاثة أربعة بيلدينج دبل دبلهم يعني كررهم. فلاحظ أنت الآن هذه بلاير طالع اخفي اخفي اللاير اللي تحت هذا واخفي نام. فهذه اللي دبلتها هذه اللاير الثانية. الآن أبغى أجيب برضو لاير ثالث وشو للدير اللي هو الغزلان. الغزلان فتحتوها يا شباب؟ ممتاز. هذه الخلفية شفافة ولا خدعة مثل الفراشة؟ هذه شفافة مش خدعة مثل الفراشة. الفراشة اللي بالك قلت خدعتنا مبين الخلفية انها ايش مربعات رمادي وابيض بس هي طلعت ايش بالصورة. فانت المفروض حتى تضيف هذا لا يكون مقتطع الجزء زي كذا، هذا مقتطع ومجهز لك اياه. لكن لو في خلفية اقتطاعها اعمل سلكت، عارفين كيف تقطعوها؟ اعمل سلكت واعمل كوبي وبعدين تعال على التري وانشئ واحد جديد واعمله بيست. اختصار للوقت يلا اعطيني الاسهل وشو؟ سلكت فيو كوبي ولا شيء. الان هذا معمول للسلكت جاهز وهذه شفافه بس بالماوس كذا اسحب يا الحبيب وتعلي هنا بس. هو لحاله بالدير هنا ايش سوى لك؟ هنا لوحده شايف شوف انشأ لك لاير ثالث. بس لا تنسى الدير كانت شفافه ولا لا، يعني ما عملها سلكت، هو مجهز لك السلكت من اول. لو كان خلفيتها شجر وكذا بدك تقطع الدير وتحط بلاير وراه شفاف بعدين تعمل الحركه هذه. بس اختصر عليك الوقت. يا شباب تعمل سلكت لو كان في خلفيه بعدين تعملها كابي او تسحبها وهي موجوده وتجيبها هنا. هذا الان في عندك لاير ثالث سميه دير غزال. اذا يا شباب في صعوبه في اللاير، طبعا انت ما تطبق ايش ذاكر بس الان في صعوبه في اللاير. يلا نبغى نغير في الحجم ايش نسوي؟ والله اخي هذا الواقف عند الدير. لا تنسى ترى اخطائي واخطائك دائما اللي بنقع فيها هي ننسى احنا وين واقفين. انا واقف عند الدير بمعنى الان اللي اتحكم فيه الشجره ولا الغزال ولا الخلفيه الغزال. فلاحظ انا بتحكم فيه الان هنا عشان اغير في الحجم. شلون اروح؟ احسنت ترانسفور قبل شوي اخذناها سكيل وغير في الحجم يا حبيبي. خلي الصوره اكثر منطقيه. يعني مش منطق انك انت رجال تجيب لي الغزال حجمه اكبر من المنظر كله، فانت غير واعتمد التغيير بالضغط على صح او انتر. اذا هذا بالنسبه لوشو؟ بالنسبه لللايرز. لا تنسوا يا اخوان في عشان ما انساها. اذا في بعض الخيارات لللاير منها الاوباسيتي. بدي ارجع اكبر يا اخوان، انا واقف عند الدير بدي ارجع اكبر الدير بالسكيل، والسبب في ذلك عشان يبين للناس اللي قاعدين ورا. الاوباسيتي مثلا طالع انا واقف هنا، في شايفين الاوباسيتي وين؟ اللي هي ايش؟ الشفافيه. طالع خليه باهت خفيف يظهر ما خلفه او يعني تعبت في الشفافيه. ايش هذا الخيار؟ هذا توقف على اللاير مضبوط، وقفت على اللاير. بعدين في عندك اوباسيتي شايف فوق عند اللاير، هذه اوباسيتي للشفافية تخليه شفاف مختفي ظاهر شوي منه. بعض الخيارات راح ناخذها الان بس عشان ما انسى بدي امشي بترتيب مين؟ ترتيب وشو اللي هو المذكرة. في عندي خيار اسمه جروب، شايفين اللي تحت دول الاطوار يا شباب؟ الازرار اللي تحت اللاير اللي قاعدين ورا ما راح يشوفوه. هذه شايفين هذه الازرار تحت في ديليت. عارفين شو معنى ديليت؟ خليني بس اطبق. شايفين هذه الازرار يا اخوان؟ هذا ديليت، هذا نيو لاير. شايفين الجنب الزر نيو لاير؟ نيو لاير عارفينها ما فيش داعي نشرحها، عشان تنشئ لاير جديد وتضيف عليه شيء او جزء من صوره.
معمولها سلكت من قبل. عندي هنا جروب، ايش معنى جروب؟ احسنت. انت مرات الصوره مالتك تخيل فيها سماء وبحر فجيت عند السماء عملت اكثر من لاير وتعديلات في كل جزئيه في السماء، اخذت معك 5 لاير، ورحت على البحر وعملت 3 لاير للبحر. فانت المفروض انك تنظم شغلك. ايش معنى تنظم؟ ترتب شغلك، اعمل مجلد للسماء سمي سكاي، وحط فيه اللايرز المتعلقه في الاعدادات اللي سويتها والتغييرات اللي مال السماء، اللي هي لاير مال السماء، واعمل مجلد لمين؟ للبحر، وحط فيه اللاير. كذا بطلع منظم. فلاحظ انا الان بدي انشئ الان جروب، وقفت عند الدير وضغطت على جروب، هنا شايفينها كرييت نيو جروب. الخيارات هذه موجوده، ايوه موجوده في الاعلى، هذا لاير، في عندك نيو لاير، في عندك نيو جروب، وفي عندك خيارات اخرى نفس الخيارات الموجوده تحت هي اسفل. عندك ديليت، ايش معنى ديليت؟ ديليت لاير، وعندك هيدن لاير، اخفاء اللاير. فانا بدي نيو جروب، هذا جروب. قال ايش تسمي الجروب؟ على فرض، على فرض انه انا عندي جروب مثلا للسماء سكاي، في 3 لاير، 3 لاير، لاير اول مثلا حطيت نجوم، اللاير الثاني حطيت قمر، اللاير الثالث جبتها ركبت. ماشي؟ فانا عملت جروب وسميته ايش؟ سكاي مثلا. انا بضرب مثال يا اخوان. الان طالع هذا الجروب، شايف ظهر؟ الان هذا الجروب فاضي ولا مليان؟ فاضي. احسنت، هذا هو فاضي. شلون تضيف له لاير؟ تمسك اللاير بالماوس، احسنت، وتقطه في من داخل الجروب. مسكت الان الدير مثلا وحطيته، طالع صار الان الدير داخل ايش؟ ونفس الشيء بالنسبه للتري 2 مثلا، لو اردت انك تخليها. فصار عندي الان داخل السكاي طالع كم عندي؟ لاير 2 لاير. تبغى تنشئ كمان جروب فوق، تعال عندي اللي فوق واعمل نيو لاير على فرض انه السي اللي هو البحر، وتسميه بالاسم، كليك على الجروب وتسميه باسم سي. طبعا يا اخوان اعذروني لضيق الوقت، فعشان كذا ما راح اقعد اعمل لك سي والسي، بس انت فهمت الفكره. وتمسك اللاير اللي داخل ضمن هذا الجروب وتقطه فيه. فلاحظ هذا البريس دخل داخل السي، هذا الدستور دخل، بمعنى لما تخفي الان الجروب راح يختفي كل اللايرز اللي داخله فيه. مالك ضحكت يا على كلمه قطه؟ عادي احكي، ما في مشكله. طيب يا شباب، الان هذا الجروب عندي. الان ناتي الى بعض الخيارات الاخرى. في عندي يا اخوان ادجستمنت، طالع عندي الادجستمنت يا اخوان، انك بدك تقوم ب بدي احذف الجروب. اعذروني يا اخوان لسبب ما في نفسي بدي احذف الجروب، والسبب في ذلك ان الان بدي ابدا اشرح بعض الامور، زي مثلا اللي هي مكان اللاير فورورد باكورد. شلون تحذف الجروب بدون ما تحذف اللاير اللي داخله؟ تضغط على ديليت، تضغط على جروب وتضغط على ديليت، او رايت كليك وبتضغط على ديليت جروب. نبغى نحذف الجروب الفولدر، راح اقول لك ليش بعدين. طالع دير بالك تختار الخيار الاول. الخيار الاول بقول لك ديليت جروب اد اتس كونتنتس، يعني كل اللاير. لا احنا نبغى بس الجروب اونلي، ما تحذف اللاير داخله، فبتختار جروب اونلي. قلت عشان تحذف الجروب. ليش بدك تحذف الجروب؟ قلت لك انا الان راح يجيني شيء بدي اشرحه، فبدي يكون ما فيش جروب، لانه كذا الان لما اشرح هذا يجي قدام، هذا قدام هذا ورا. فاذا كان في جروب راح نتحدث عن القدام والورا بالنسبه لداخل الجروب. انا ابغى عشان تفهموا اكثر اشيل الجروب. تحذف الجروب، وقف عند الجروب واضغط على زر ديليت. شايف زر ديليت تحت؟ شايف زر ديليت؟ ما انت شايفه؟ اضغط عليه او رايت كليك على الجروب وقول له ديليت جروب. دير بالك من الرساله، الرساله بتحذرك انه لو حذفت الجروب راح يحذف محتوياتها. انت ما تبغى تحذف محتوياتها اللي هي المجلده اللايرز اللي داخل ضمن الجروب، تبغى تحذف بس الجروب. اذا بتضغط على جروب اونلي، جروب اونلي بيحذف لك المجلد، لكن تبقى اللاير موجوده. ها انحذفت؟ ما انحذفت. ونفس الشيء بالنسبه لمين؟ للسكاي. نبغى نحذفه برضه، رايت كليك او تضغط على زر ديليت وتقول له جروب اونلي. في عندي اخوان خيارات. ليش طب استاذ حكيت كذا؟ انا بقول لك ليش. في عندي الان في ادجستمنت، شايفين ادجستمنتس؟ هذه الادجستمنت باليت. طبعا يا شباب اذا مختفيه منين تجيبها؟ اي شيء مختفي، هذه اللوحه او غيره من اللوحات تجيبها من ويندو. شايف ادجستمنت مختفيه، منين نجيبها؟ من الويندو. ترى تنسى ترى بالامتحان،
طب هذه زميلكم سألني قال لي هذه مختفية أستاذ التول بوكس مختفية. التول بوكس طالع آسف وين هالتول بوكس. فعندك سواتشز تولز هذه مختفية فشلون تظهرها من عند تول. بعدين هذه تولز آسف هذه تولز تظهرها. فإذا تولز يا أخوان هذه اللي تحت. إذا كل شيء تظهر. الآن خليك معي بدي أعمل adjustment بالنسبة للبرايتنس. بدي أعمل بعض الضبط المتعلق بالبرايتنس. ركز معي شوف هنا لما ضغطت على برايتنس على طول انشاء اللاير. شايفين اللاير تحت؟ شايفين اللاير؟ هذا اللاير انشاء لي هذا البرايتنس واعطاني الان خيارات البرايتنس. السؤال هنا السؤال هنا هذا لاير. طالما نتحدث عن لاير الترتيب مهم ولا ما مهم؟ مهم مهم. وبالتالي لما اجي الان اعمل البرايتنس اضاءه ايش اللي راح يتاثر؟ مين راح يتاثر بالاضاءه هذه؟ كل اللاير اللي تحت لاير البرايتنس. عشان كذا الدير صار ايش اكثر اضاءة والخلفية اكثر اضاءة والشجرة الثانية اكثر اضاءة. لكن لو حركت مكان البرايتنس تحت الدير ايش بيصير في الدير؟ احسنت الدير لا يتأثر بالاضاءة. اذا الادجستمنت لما تعملها اللي راح يتأثر فيها كل اللايرز اللي تحت هذا الادجستمنت. اللي فوق ما راح يتأثر. يعني لو عرضنا الساعات شوف الان الدير ما تأثر لك. لو زحبناه تحت الدير تحت البرايتنس طالع تأثر وصار مضاء. ما يحتاج يعني اوضح من ذلك. في عندي اخوان خيارات. من ضمن الخيارات شيء اسمه اللينك. شو المقصود باللينك؟ خليني ارجع البرايتنس. كيف نحذف البرايتنس؟ طبعا مش تتوقف على البرايتنس. في عندك خيارات اخرى. زي ايش خيارات اخرى؟ زي عندك هنا ايش؟ اللي هي ايش اسمها؟ الكالر بالانس. شوف طالع انا بغير الان في الكالر بالانس. خليته اقرب للحمرة. خليته اقرب للصيان. ماشي؟ التغييرات هذه بتتم على مين؟ حكيتها قبل شوي، على مين بتتم يا اخوان؟ على كل اللارز اللي تحت، وبالتالي شوف الدير ما في، لكن طالع كيف صار الدير لما نزلته تحت البالانس؟ لما رقيته فوق او طلعته فوق فوق البالانس بطل فيه تأثير. ماشي؟ وإذا تبغى تحذف من اللاير تروح على الديليت. بس عشان اوضح الصورة يا اخوان، أنتم فهمتوا الفكرة. في عندي يا اخوان شيء اسمه جروب، لينك اسف قبل ما نبدا. اللينك، شو مقصود باللينك؟ طبعا العين قبل ما ابدا بالعين، انتم عارفين العين، الاي شو معناها؟ شو، شو لاير. ولما تشيل العين بتصير معناها هايد اللاير، اللي هي ايش؟ ننشون، ما يكون يعني مرئي او ظاهر عندك، طالع انا قاعد الان احط عين عينين. لو فرضنا الساعات هذه الراء الوارب والبرسبكتيف تبغى وشو تعمل بينهم لينك. شو معنى لينك؟ تربطهم مع بعض. والله الرجال عامل يصمم قاعد يصمم شكل او شعار حاطط زي اديداس حاطط اول هرم فلاير وثاني هرم فلاير ثاني مش هي هرمات الاديداس والثالث فلاير. بس خايف الرجال انه لو جاي يحرك الهرم طبعا اذا تحرك الهرم البقيه راح يبقوا كما هما. فيبغاهم ايش يعمل لينك بينهم بحيث لو حرك واحد يتحرك وايش؟ الجميع مع بعض. مثلا انا عندي الساعات بدي اعمل بينهم لينك. اختار شلون تختار؟ تعمل سلكت اكثر من لاير. اضغط على شيفت واختار الثاني، اضغط على شيفت واختار الثالث. اضغط على شيفت واختار الرابع. بعدين في عندك هنا شايف السلسله؟ في عندك هنا تحت في الاسفل لينك، شايفين اللينك هذه السلسلة اللي هي حديدية جنب الديليت. طالع اعطاني ايش؟ اعطاني ايش عليهم؟ السلسلة انهم مربوطين مع بعض. معنى انهم مربوطين مع بعض طالع الحركة تكون ايش؟
للجميع. فهمت ايش معنى لينك؟ انه انت رجال خايف انك انت بعد ما تعبت وضبطت امورك وكذا تيجي اليوم ثاني يوم تكمل التعديل تلاقي ايش؟ حركت الجزء من الجزء، لا ابغى كل الاجزاء مالت الديزاين مالي مرتبطين ببعض، تحركوا يتحركوا مع بعض جميعا، اذا بعملهم بينهم لينك. تبغى تلغي اللينك ولا شيء، اضغط على واحده منهم واضغط على برضه السلسله اللي هي اللينك، فبعمل ايش؟ دي لينك. بلغي ايش؟ فهمت شلون تعمل لينك ودي لينك؟ سلكتور. احسنت، بس دير بالك احنا ممكن نعمل جزئين يعني، بس تو لاير، مش شرط نعمل سلكت اول للجميع لكل اللايرز، هذه ما واضحه يعني. يعني ممكن اعمل بين الوار كلاير والبريس بس، وهذه احركهم طالع اثنين بس مع بعض، يعني مش شرط يكون اربعه مع بعض، بس انت حسب الهدف. نبغى نتذكر وما ننسى شيء. طيب يا شباب، ديليت لاير ما في داعي اشرحها لانه ديليت اكيد عارفينها. هاي شباب ديليت، تعرف كيف تعمل ديليت لاير؟ تمسك اللاير اللي تبغى تعمله ديليت وتسحبه او تعمل رايت كليك وعندك عندك عندك ديليت لاير. شلون تشيل؟ ولا شيء، قلت لك اضغط على واحد من الموجودين ضمن السلسلة وروح على السلسلة تحت. كيف انت انشأت السلسلة؟ اضغط على ما نفس الزر اللي عملت لينك بس راح يشيل لك اياه. لازم يا اخوان عشان تعمل لينك تختار اكثر من لاير، ما ينفع تعمل لينك على لاير واحد، ما هو الواحد مستقل صح؟ شلون تبغى تعمل لينك مع لاير واحد هو لاير واحد؟ لا، لازم يكون في عندك على الاقل اثنين تعمل بينهم لينك. ناتي الى بعض الخصائص التي تؤثر في ظهور اللاير، زي شايفين الغزلان ذول، نيجي على الدير، روح لي على اللاير دير. في عندي تحت في الاسفل، ترى الاسفل هذه شرحنا الادجستمنت من فوق، شايفينها؟ شايفين هذه نص الدائره اللي اسود وابيض، هذا ادجستمنت. تبغاها من فوق ولا من تحت؟ اللي يريحك. هذا ادجستمنت، شايفين يا شباب؟ فهذه عندك البرايتنس اللي قبل شوي حكينا عنها، اللي راح يكون تاثيرها على ايش؟ على هذا اللاير واللي تحته، فاهمين اللي بحكي يا شباب؟ فهذا ايش اللي تحت؟ ادجستمنت. طيب في عندي الان خصائص تستطيع استخدامها، يعني عند الدير هذا اللاير مال الدير، اعمل رايت كليك، في عندك بليندنج اوبشنز. طبعا هذه يا اخوان البلندنج اوبشنز هي شاشه تتحكم بخصائص عمليه دمج هذا اللاير باللي تحته، لان قلت لك للاسف مهما كان السلكشن مالك دقيق، لو طبعت بعد ما عملت سلكت حطيت الخلفيه، لو طبعتها الان على ورقه او على صوره، اي واحد راح يشوفها راح يكتشف ان هذا ملعوب فيها الصوره. ففي عندك خصائص ممكن تغير في بعض الامور ها، وتنسيقات بحيث انك يعني نوعا ما تضيع الشخص اللي طالع لك، والله هذا رجال صار سافر بانكوك وهو الرجال ما طلع من الدمام صح؟ فهذه يا شباب بدها شويه انك تخليك ايش تستخدم بعض الافكتس. في عندي بسموهم البلندنج اوبشنز، خيارات الرابط او الدمج، خليكم معي. في عندي تستطيع تصلها من هنا او تيجي عند الاف اكس، شايفين الاف اكس تحت؟ هذه طبعا كلها دروب شادو والانر شادو والاوت جلو، كل هذه موجوده اصلا في البلندنج اوبشنز. لو ضغط على بلندنج اوبشنز اوسع نطاق، اوسع طالع. شوف انت الان الغزال لما تقول له دروب شادو طالع، اعطاني شادو، وشو شادو من الاسفل صح؟ شايفينها؟ هذا شلته وهذا حطه. طبعا يا شباب دير بالكم مش هي حطه بس، ترى احنا كذا بينا 100% انه الصوره مالها ملعوب فيها صح؟ يعني مش تحط لي بس يلا حط شادو حط كذا، يعني انت حسب طبيعته، لانه كذا مبين اصلا انه اصلا كيف جاي وظل والشمس جاي من اليمين وقصه، يعني مبينه خدعه. فمش يعني هي حط صح وخلصنا. وفي عندك الانر شادو، وطبعا هذا بقول لك عشان نوعا ما يضيع لو كان فعلا في اضاءه جاي من الخلف. وفي عندك اوتر جلو، طالع الجلو كيف في اشعاع شافوا؟ وفي عندك انر جلو شعاع داخلي، وعندك بيفل اند امبوس اللي هي عباره عن نقوش تكستشر. واذا تبغى تغير يا شباب في التكستشر دير بالك كل خيار له شاشه خصائص مالته،
يعني اضغط على التكستشر طالع هذه شاشه الخصائص. طبعا ما عندك تكستشر جديد يعني قصدي مش المساله انك تضغط تحط صح، لا في خيارات تفوت داخلها. فاهمين اللي بحكيه يا شباب؟ عندك ساتن مثلا، الساتن اللي هو الصقل، شوف الصقل كيف شكل الصقل تبغاه اللي هي الاطراف كانه مبين مصقول. طبعا ما ينفع على والله جايب لي غزال قاعد تسقل فيه، هذا الصقل للحديد لشيء لكذا، بس انتم فاهمين يعني هذه خيارات موجوده. وتقول طريقه الصقل كيف صقلته وزاويه الصقل، طبعا ما نقدر نشرح كل ده. وكالر اوفرلي اذا تبغى اللون، واللون يا اخي انا ما ابغى اللون هذا ما عاجبني، اذا ما عاجبك اختار لون غير اللون الاحمر وهكذا. وما تسالونيش يا اخوان ما هو الهدف، يعني هذه خيارات اعطيك اياها فوتوشوب اللي تستخدمها اكيد اهل الخبره هم عارفين وين يستخدمونها. طب هذه الشاشه استاذ ما شفناها، والله يا اخي وقف اول شيء على اللاير وروح على الاف اكس. طب الاف اكس ما شفتها يا اخوان، اي شيء ما شفته عندك موجود في اللاير. في اللاير عندك هنا زي ما انت شايف، عندك هنا اللاير ستايل، في عندك البلندنج اوبشنز نفسها، يعني استخدمها من هنا استخدمها من هنا كلاهما سيان. بس اهم شيء ما تغلط غلطتي اللي دائما بنساها، وهي انك انت تكون واقف على لاير، لانه في الامتحان راح تكتب لازم تحددها فيه. لا مش فاهمين، دائما اكثر اخطاء الطلاب في الامتحان بوقف على لاير مختلف وبقول له اعمل لي مثلا هذا اللاير انر شادو، فهو فكر حاله واقف عند الغزلان وما طالع شاشه اللاير باليت هذه، بكون واقف على سكيو ما هو عارف. وانا بصراحه ما اخبي عليكم يعني اجد انه من الاحسن طبعا ما هو الشركات الكبرى بتهتم بالملاحظات وبتكافئ عليها زي اللي بيصير ثغرات الفيسبوك ولا كذا. نرجع لموضوعنا الان. الان يا شباب عندي زي هنا الجريدنت اوفرلي، تعال الان على ثلاث امور خلينا نمشي بشكل سريع، الارينج والميرج والفلاتن لاير. هل الترتيب مهم في اللاير؟ مش مهم صح؟ طبعا مهم. واكبر دليل يا الحبيب طالع عندي هنا، لما اقول له انت يا دير طالع للدير، جاء خلف الساعات، لو الساعات خلف الدير معناته انت ايش بدك تسوي؟ هذا بدي احذفه معلش يا شباب عشان ما يؤذيني. هذا سكيو جبتها ايش؟ تحت الدير. اذا انطبعت السكيو الساعه بعدين ايش؟ الدير. طب ما هي مبينه، خليني اجيب الساعات الثانيه. طالع الديستورت، طالع شوف الساعه الان اختفت لان صارت خلف مين؟ خلف الدير. ونفس الشيء، اذا الترتيب مهم. الان يا شباب شلون نعبث بالترتيب؟ مثلا الدير نبغى نغير في ترتيبه، في عندي خيارات للترتيب، في عندك هنا اما بالماوس تمسكه دراج اند دروب تسحب وترمي في ال او تيجي هنا عند اللاير، في عندك ارينج، شايفين هالارينج؟ في عندك برينج تو فرونت وفي فورورد، ايش معنى فرونت؟ وفورورد لا ما هو انت كذا اعطيت الاجابه قبل الثانيه، ايش معنى فرونت؟ امام. وفورورد امام. وعندك الباكورد للخلف، والباك للخلف. والرجال يعني حاطط لك اربع خيارات يبغى يضيع وقتي وقتك. باختصار شديد الفرونت يعني مقدمه الشيء، يعني اول واحد. لما اقول لك جو تو فرونت وانت قاعد في الباص يعني روح على اول مقعد واقعد عليه، هذا اقعد ايش؟ في مقدمه. فلما تيجي انت الان عند الدير طالع فوقه كم واحد؟ اثنين. فلما نقول له ايش؟ فرونت راح يروح قدام. طيب واذا اخترت فورورد؟ احسن، قدام اللي امامك. خطر اللي امامك تعال قدامه، عشان كذا لما تختار طالع فورورد طالع الدير جا فوق البريس. طب نرجع، لكن لما تقول له ايش؟ الرينج فرونت اول واحد طلع فوق فوق، عشان كذا حذفت الجروب. عرفت ليش حذفت الجروب؟ لانه الجروب راح نقعد ناخذ الترتيب راح يشتغل ضمن الجروب الواحد. فهمتوا انت ليش حذفته؟ يعني داخل الجروب الواحد خمسه سته، معناته لما تقول له الترتيب بيشتغل ضمن الجروب الواحد، داخل الجروب الواحد، عشان كذا راح حذفته. لكن لو ما حذفتوش شغال صح 100%. وعرفتوا ما في داعي للباكورد وال ماشي. ايش معنى يا شباب؟ ها ايش معنى باكورد اللي بعد
أحسن تيجي على اللي قبله اللي سابقه يلف وراه ويجي قبله قبل اللي قبله طالع على الدير نزل واحد بينما لما أقول له يا الحبيب ها آخر واحد اللي هي إيش تعال الباك وين يوديه آخر شيء طالع وين حطه حطه تحت حتى مين لاير زيرو اللي هي وبالتالي اختفى اختفى يا شباب نأتي إلى الميرج الميرج يا أخوان وهو عملية الدمج تستطيع تدمج أكثر من لاير طب وش الفرق مع اللينك وش الفرق بين الميرج واللينك اللينك عملت لك رابط بينهم مع احترام والحفاظ على لايرز ما دمجت لك ولا حذفت لك منهم واحد اما هنا لما تقول له ميرج غصب عني وعنك بدك تحذف ايش اللايرز اللي عملتهم كلهم دمج ويخليهم في لاير واحدة يعني لو عملت دمج لكل الساعات خلاص راح يحذف لك ثلاثة لاير ويخلي لك واحد يجمع كل الساعات فإذا عرفت الفرق بين الدمج واللينك اللينك لاير حبيب اللينك ربطت بس احترم لك اللاير ما حذف لك إياهم أما هنا طالع الوارب شفت مع البريس مع الدست مع السكيو وتيجي تقول له ادمج شلون تدمج من رايت كليك أو لاير وعندك هنا ميرج لا دمجت راح يحذف لك كلهم فأنا بدي أحذف أو خليهم كلهم ها وتيجي هنا عند لاير وتقول له ميرج طالع كلهم حطهم إيش في لاير واحد اختفوا ذلك وبالتالي الآن واقف عند الوارب هذا وصالح بحركهم مع بعض لأنهم أصلا هم بلاير واحد نتراجع والحين احرك الساعات كلها مع بعض عشان نسوي لهم لك من قبل ولا عشان الليل وشو ليش احرك الساعات كلها مع بعض؟ طبعا لازم احرك الساعات مع بعض، انت خلفيتك شفافه، لو خلفيتك كامله برضه بحركها مع بعض، عادي. انت مش فاهمني. حبيبي هذا شايف اللاير؟ ايوه هذا اللاير الخلفيه ماشي؟ هذا اللاير الخلفيه ولا لا؟ اللاير الخلفيه الان بحركه ولا ما بحركه؟ طيب بنفس الشيء بس ذاك خلفيته شفافه، ايش المشكله؟ حرك كل العناصر، ما هذا محرك كل العناصر، كل الصور محركها. ما دلك صاروا كلهم ايش عنصر واحد فاير واحد نعم يا حبيبي تفضل بدي احذف الميرج رجعتهم عرفت يا شباب شو الفرق بين الميرج طيب في عندك بعض الامور في الميرج لو كنا عاملين هايد يا شباب خليكم معي لو كنا عاملين لهذا اللاير هايد البريس وجيت اخترت هنا البريس والوارب والدستورت سكيو يدمج المختفي ولا لا يعطيك خيارات طالع هنا يا شباب يا شباب لو سمحتوا في عندك ميرج فيزبل شو معنى ميرج فيزبل المرئي بس المرئي اللي ما هو مرئي لا تدمجه في عندك ميرج لاير طالع هنا عندك بالميرج لاير عندك هنا وش سوى دمج لك وشو دمج لك اللايرز بعد مين غير مرئية فعادة يا اخوان لما تعمل ميرج اذا كان في شيء غير مرئي ما يدمجه ونفس الشيء بالنسبة لمين نتراجع ونفس الشيء بالنسبة للفلاتن هذا بدي اتراجع هذا رجعتهم فالشيء لما يكون مش مرئي ما راح يدمجه طب وش المقصود بفلاتن قبل شوي كنا نحكي عنها الشاشة شو اسمها وانت عندي في المكتب وانت عندي في المكتب قلت يا استاذ الشاشات اول ما طلعت شو اسمها فلاتن اللي هي مسطحة شو المقصود انك تعمل اللاير مسطحة يعني راح يدمج لك كل اللاير كلهم قاطبة في لاير واحد كذا سطح لك اياها لا في عندك مستويات لايرز ولا شيء لكن دير بالك شرط انهم يكونوا كلهم فيزبل يعني ما يكون واحد منهم مخفي محطوط مشيول عنه العين طالع الفلاتن طالع جاب لي راح حذف كل اللاير وحط لي اياهم كلهم بصوره واحده ولا شيء ما فيت بالفلاتن ما تختار ما تعمل سلكت غصبا عني وعنك بدي اختار كل اللاير اللي كل اللاير اللي معمول لها فيزبل اما اذا في لاير راح يقول لك والله ما اختار لك اياهم على العموم عشان نعمل تراجع وطالع هنا بعيد لك اياها الان هذا مثلا لاير ما حطينا عين هذا ما حطينا عين لما نيجي على فلاتن في داعي نعمل سلكت
طالع قال لي شوف ترى خيارها بعطيك انا رساله تحذيريه بقول لك ترى الحبيب ترى راح احذف لك وشو احسن الهيدن لاير ما له علاقه فيه شلت انت العين عنه معناته ما تبغى. طب ما حد سالني سؤال يا اخوان ايش فائده اني انا احذف ولا كذا وش الفائده الفائده تضيع الوقت لا وليش ندمجهم ليش يا اخي مخلي بلاير واضح لأني خلاص خلصت شغل. لا خلصت شغل ممتاز بس الهدف طبعا يا اخوان انك انت لما تقلل من عدد اللايرز بتصغر من حجم الملف نعم الصورة. فيا حبيبي انت قاعد تشتغل على الفوتوشوب وامتداده بي اس دي يعني انا لما اروح الان ترسل لي بي اس دي بروح على الفوتوشوب بفتحه بجد اللايرز هذا حجمه يكون اكبر لما انت تخليهم لاير واحد بس لو واحد خلاه فلاتن وارسل لي اياه فلاتن مسطح عشان اشيلهم عن بعض ايش اسوي بسيطه ولا اعمل ايش ما في تراجع خلاص اذا عملهم فلاتن وسيبهم وجاب لي اياهم بي اس دي ما اقدر يعني فاحسبك راح تتعب تعب مش طبيعي زميلكم لو خلاه يا فلاتن وسيب حفر خلاص انا الان قضى على الصوره شلون قضى على الصوره يعني ها اعطيك فلوس وقص لي الغزال بعطيك اللي تبغاه وقص لي الغزال كيف تقصه عشان كده انا لما رجال بصمم صوره عشان انا لسه محتفظ بايش حقوق الملكيه باخذ نسخه بخليها فلاتن وبعطيها للرجال لو اعطيته اياها باللايرز قضيت على ايش على حقوق الملكيه لو رفع قضيه الرجال رفعت عليه قضيه قلت له يا اخي هذه صورتي بس اللي يروح يقدم للقاضي يقول يا عمي هذه عندي انا الملف بالديزاين مود بالديزاين مود هذا اللايرز القاضي بيقول لي يا حبيبي انت قضيتك فاشلة وخسران لأنه إذن يا شباب هذا بالنسبة لللاير وفلاتين وكذا الآن نأتي إلى آخر شيء وش آخر شيء آخر شيء المنظر الجميل اللي أنتم شايفينه هذا هذا مش منظر جميل هذا بسيط في شيء اسمه قناع الماسك أكيد بتعرفوا القناع الماسك سامعين عنه بس مش بالفوتوشوب القناع يا اخوان ايش قصته طالع معي عشان ما نطول في الموضوع شوف القناع عبارة عن أداة تستخدم لإظهار جزء من اللاير اللي تبغاه انت او اخفاء جزء من اللاير اللي انت تبغاه ما فهمت الان فهمت اعذروني يا شباب بدي احذف دول عشان ما يأذونا يعني هذول نعملهم سلكت ونحذفهم مره واحده نعملهم ايش اخفاء يا سيدي ولا تزعل انت زعلان على حذفهم ما لحذفهم ما لا تزعل بس في النهايه عشان انا ما اشتتك خليكم معي شايفين الدير هنا يا اخوان الان باي ديفولت لو قلت له انشئ لي قناع انشئ لي قناع هذا طبعا خلفية شفافة شلون تنشئ قناع طالع هنا في عندك في الأسفل في الأسفل في زر أو لاير لا قناع غير اللاير ما هي موجودة في اللاير لا يا شباب القناع هذا عبارة عن أداة داخل اللاير أنا واقف عند لاير مين الدير انشئ لي قناع طالع لما أضغط على القناع أعطاني لون أبيض شو المقصود باللون الأبيض في عندي في القناع لونين يا اسود يا ابيض اللون الاسود في القناع معناته هذا الجزء ما ابغى يظهر ابغاه شفاف شفاف على الخلفيه هو شفاف يعني راح يجي على الخلفيه اللي تحتمه طالما شفاف راح يجي على الخلفيه اللي تحته ما يلفوت اللون الابيض هذا الجزء من اللاير ابغى يظهر وصلت الان انا واقف هنا لو فرضت شوف انا هذا اللاير هذا القناع اعطاني ابيض شو معنى ابيض يعني كل اللاير ابغى يظهر طب ما هو شفاف مش مهم المهم انه كل جزء في اللاير يظهر طب انا ابغى جزء معين ما يظهر زي الجسم ما ابغى يظهر في هذه الحاله بدك تلون القناع بأي لون اللي ما يظهر أحسنت
معنى أسود في القناع معناته راح يظهر لون الخلفية اللي هو الشجرة والأرض والسماء الأبيض، هذا راح يظهر. شلون نعملها؟ ولا شيء، أنت واقف عند القناع وتيجي تعمل سيلكت، وهذا اخترت الوجه مثلا وجيت ألون لون عادي، لون إيش بدي ألون؟ اللي يظهر إيش اللون؟ الأبيض، والعكس مين؟ الأسود. فأنا الآن هذا إيش بدي أعمل؟ select reverse inverse حتى ألون. شلون تلون بالأسود؟ ولا شيء، تيجي على البينت براكت تختار اللون أسود، لا تنسى اللون الأسود، وتيجي وتلون. طالع القناع، ما طالع هذا، طالع القناع كل الجزء الأسود معناته هذا شفاف، اظهر اللي تحته. الأبيض هذا الجزء من اللاير بده يظهر، فلما تيجي الآن تقول له طلع للشجرة والطالع. إذا القناع عبارة عن إشارة لتحديد ما هو الجزء في هذا اللاير، مش في الصورة، في هذا اللاير اللي سوف يظهر، وأي جزء سوف يكون شفاف ويظهر خلفية اللاير اللي تحته عليه. إذا كان اللون أبيض معناته هذا الجزء شيل فيه في اللاير يظهر، واللون الأسود معناته هذا الجزء يختفي. سلام عليكم. حلو الكلام؟ حلو. هذا أنا عملت سيلكت. أنا عملت سيلكت ولا ما عملت سيلكت؟ ماشي، نحذف القناع. نعم، اعملوا ديليت للقناع مش لللاير يا الحبيب، هذا ديليت. طب لو كان كذا، ركز معاي شباب، خلنا نخلص. اتفقنا يا اخوان عليه؟ القناع فيه خيارات. ايش الخيارات؟ عندك اللاير ستايل يا شباب، خليكم معي. اللاير ماسك، اما ريفيل اول. شو معنى ريفيل اول؟ يعني ظاهر للجميع. شو معنى القناع؟ شو بيكون لونه؟ ابيض. ريفيل اول يعني كل جزء في هذه الصورة. يا شباب خليكم معي، خليكم معي. افتح لي صورة السماء، افتح لي صورة السماء. يلا شباب خلنا نخلص، طولنا. هذه صورة السماء، حلو. لو جينا الآن، الآن برضو جيب لي الآن صورة التري. شايفين صورة التري؟ هذا اللاير مال التري أبغى أنسخه. خليكم معايا يا شباب، يا شباب ركز معايا. تعمل select all، أو الأبسط قلت لك وشو، إنك تجيبهم جنب بعض، مضبوط. وتجيب لي الآن مثلا، أنا أبغى يعني نشتغل على زي ما بقولها أخواننا المصريين على مية بيضة. إيش معنى مية بيضة؟ يعني خليني يا أخوان أحذف الباقي عشان ما نتلخبط، ما نتلخبط. أنا أحذف لي كل دول، ما في داعي تحذفهم، روح على الهيستوري، روح لي على التري وخلاص كذا. أنت إيش تعتبر حذف كل شيء؟ إذا عندي هذه التري، يلا يا شباب بدي أشتغل عليها. وعندي النايت سكاي، يلا يا شباب بسرعة. أنا عارف إن أخرتكم، بس هذا آخر شيء وبدنا نمشي، بس بدك تركز. طالع أنت عندي الآن، عندي بدي أجيب اللي هي إيش؟ عندي صورة التري، بدي أجيب على الطرف الثاني، سحبت على الطرف الثاني عشان يصيروا اثنين. الآن بدي أسحب السكاي، طالع سحبت السكاي، كيف بدي أجيبها بالماوس كذا؟ سحبتها وجبتها وين؟ على التري. ولا شيء، كأني شو عملت؟ سلكت وكابي وبيس وعمل نيو لاير، هذا أنشأ لي نيو لاير. ما عملت يعني شيء عظيم، عرفت كيف؟ بس الاختصار للوقت. هذه هذه الآن أنا لاير 1. طولي بالك، طولي بالك. الآن يا شباب أنا بلاير 1، ركز معاي. لو جيت قلت له أنت بلاير 1 أعمل لك قناع، شو معنى القناع؟ ريفيل أول. شو معنى ريفيل أول؟ حط لي قناع شلونه؟ ابيض، يعني انه هذا الجزء كل السماء ظاهره، طالعه ظاهره، مغطيه، مغطيه على اليمين على تحتها، لانه ظاهره. طب لو خليتها مش ريفيل اول،
طالع حذفته القناع. لو خليتها النوع الثاني وش النوع الثاني؟ هايدول. شو بكون لون القناع؟ أسود. طالع اختفت. اختفت مع انها موجودة فوق بس اختفت لانه قناع اسود. قلت لك يا شباب القناع هو أداة تستخدم لأي جزء من اللاير اللي أنا واقف عليه سوف يظهر، وأي جزء سوف يكون شفاف وبالتالي يظهر ما خلفه. إذا كان الجزء اللي في القناع لونه أبيض إذا هذا الجزء موجود في اللاير سوف يظهر غصبا عني وعنك، وإذا كان لون أسود فسيكون شفاف ويظهر اللي خلفه. فلما قلت لك أنت الآن هذا اللاير يا شباب لما يكون هايد السلطالة حط لي قناع أسود واختفى، لما كان أبيض ممتاز. طب لو أبغى أنا جزء جزء، شوف أنا واقف عند القناع أحسن قص منه، شلون قص منه؟ ترى واقف عند القناع والقناع شلونه أسود يعني كل شيء مختفي، أنا أبغى أحول أحدد جزء طالع وهذا أبيض، شو أسوي فيه أبيض؟ شلون ألونه أبيض؟ خلي الباقي شلون اخليه الان كله اسود، هذا القناع عندي اسود شلون اخليه ابيض؟ تروح للالوان. احسن تروح للالوان، هنا اقول له اختار اللون الابيض يا اخي اعكس بين اللونين، هذا عندك العكس بين اللون، هذا اللون الابيض وتعال على ايش؟ على سطل الالوان وتعال صار ابيض فظهر هذا الجزء اللي اصبح ابيض في في الماسك، وبالتالي لما تعرض طلع عندك بهذا الشكل. بس هذه قصه الماسك صعب. فأنا رجال أبغى يا أخوي طول لي بالك آخر شيء نحذف القناع يا الحبيب. أبغى هذا الآن، أبغى دي سلكت، أبغى هذا الآن يكون ركز معي شوف الخدعة الآن، أبغى ما هو أبيض وأسود، أبغى يكون متدرج بين الأبيض والأسود. ترى قناع ما يفهم غير لونين أو اللي بينهم الأسود والأبيض، يعني مش تحط لي أحمر وتقول ليش ما فهم، يا أسود يختفي هذا الجزء، يا إما أبيض يظهر، يا إما بينهم، بينهم بصير تدرج. شوف الجمال الآن، شوف الجمال لما أعمل قناع، هذا أعمل قناع أحسنت. الآن هنا ما أبغى أحدد ولون أسود أو أبيض، أبغى أعمل تدرج. شلون أعمل تدرج؟ شايف هذا اللي هي الكلر البينت كلر، اختار لي جريدينت. يلا يا شباب اختار جريدينت موجود يا أخي عند سطل الألوان عند دلو الألوان، هذا جريدينت. اخترنا جريدينت، لا تنسى طالع فوق في الأوبشن اختار لي الأبيض والأسود، لأنه القناع ما يعرف غير أبيض وأسود أو التدرج بينهم. طالع أنت الآن خلصنا، أيوة اختار لي الستايل اللي تبغاه، أنا مثلا ريفلكتد، وتعال عند اللاير هذا شوف 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 شوف. ما حد قال يا سلام، بس لو قلت سبحان الله أحسن يعني. أنا شفت العجب في عينين مين، التعجب في عينين فارس، عشان كده توقعت يحكي كلمة بس ما نطق. لاحظ أنت الآن هنا يا فارس طالع القناع الأبيض يظهر ولا يختفي؟ فظهرت السماء الزرقاء، بدأ يتدرج حتى يختفي للسوداء اللي هي في القناع، معناها اختفي وصير شفاف وأظهر ما تحتك. حلو؟ جميل. في أجمل من ذلك؟ نعم. فوق هذا اللاير عشان نخلص، وقفل على اللاير الأصلي، شايفين اللاير زيرو الخلفية؟ شايفينه ولا ما تشايفينه؟ الآن اعمل لي دبلو، اعمل لي دبليكيت لللاير. سميه يا الاسم اللي بدك اياه، يعني بدي اسميه اب. ليش الهدف؟ يا شباب عمل دبلت اللاير صح؟ وجبت الاب فوق السماء الزرقاء، طالع يعني صارت السماء الزرقاء بين البينين. يا شباب انتوا عارفين ليش تعمل هيك؟ عشان انا اطبق هذا المنظر الجميل اللي ما عجبكم او اللي عجبكم ما ادري. اخر شيء شايفين احنا الان واصلين عند اخر شيء، هذه الان يا شباب انا وين واقف؟ على اي لاير؟ الاب صح، وتحته السماء وتحته ايش اللي هو هذا مضبوط.
الآن هذا اللاير اللي فوق الأرض أبغى أعمله بالوارب. شفتوا الوارب العلم قبل شوي الساعة ذايبة؟ هذه هي سيد العزيز، يعني ما يحتاج. وين أروح؟ على ترانسفورم، على الوارب، تيجي على الطرف هنا يا الحبيب وتسحب وتطلع عندك المنظر اللي انت شفته. دبلت، حطيت في النص السكاي، حطيت القناع. وهذا يا شباب ضروري تطبقه، وهذا نفس الشكل اللي عندك فيه